على طريقة الطريقة حلوة ليه للرنجة. الرنجة؟ الرنجة احنا ممكن نعملها بمليون طريقة. في ناس بتدخن الرنجة هي أصلا مدخنة، في ناس بتحب تحطها على البوتاجاز كده عشان خاطر الجلد يطلع منها، وبعدين بتقطعها بتفتحها وبتقطعها سلايس كده مع سلطة، ممكن نقطع معاها طماطم، ممكن نقطع معاها فلفل، وتبتدي تتاكل زي سلطة الرنجة. وتاخد زيت زيتون، تاخد طحينة، شوية زيت زيتون، شوية طحينة، ماشي. دي هتتاكل زي سلطة الرنجة. ممكن ناكل الرنجة عادي بقى، بما ان احنا داخلين على العيد وداخلين على فسيخ ورنجة، فممكن الرنجة دي تتاكل، هنشويها برضو كده عشان نطلع الجلد، وبعد كده ممكن نحط عليها شوية زيت زيتون وشوية ليمون وناكلها كده. على فكرة ممكن تتاكل كده قوي، لان هي اوريدي بتبقى مستوية.